شهدت مدينة الداخلة إعطاء الانطلاقة لجملة من المشاريع بمناسبة الذكرى 14 لعيد العرش المجيد، مشاريع تسعى لإنهاء تسعى لتساهم في التنمية على المستوى المحلي والجهوي. متابعة اليوم الثاني من برنامج التدشينات مع محمد تروزي ومحمد يداس. ما يقارب 4 ملايين درهم الإقصاء من طرف المجالس المنتخبة. احنا بغينا نعرفوا السبب علاش هاد الحديقة عاشت الإهمال وعاشت الإقصاء من طرف هاد المجالس. واش حيت هي كاينة في حيل وحدة ولا حيت هي مصايبها المجلس السابق؟ علاش نتوما بغيتو تعتنوا بها؟ حيت ديك المساحة راه ما خاصها والو، تعتبر متنفس للمواطن، حالات باقي فيها بزاف الاشياء راه مقادي. شنو خاصها؟ وهي تزيين للمدينه كذلك. شنو قلتي ليا هذيك الحادثه؟ من الفوائد الحادثه خاصها غير الاشجار، نقول لك متفق معاك. المدن كاملات على مستوى المدن، وكل حي عندنا فيه هو الى ما عادوا ثنتين تعود وحده حسب كبر الحي وحسب صغر الحي. هذو هما اللي عندنا في المناطق الخضراء. وفي إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يمول مشروع تهيئة شارع محمد فاضل السملالي. المشروع الذي كلف أكثر من 4.5 ملايين من الدراهم بين التهيئة والإنارة يشمل تهيئة ساحة الخضراء وتبليط الأرصفة ومد شبكة الإنارة. مشروع طرقي جديد يأتي لتعزيز الشبكة الطرقية بالمجال الحضري وتقويتها وتحسين منظر المدينة.